راس المالي بالنسبه له، وبيننا وبينه عقد، العقد ده هيحكمنا ويحكم من خلال الشؤون القانونيه بتاعتنا. تمام، عشان ما نتكلمش كتير، يعني هو الموضوع اصلا في مشاكل ماديه انتوا هتحلوها عن طريق التعاقد اللي بينكم وبين الشركه الراعيه. طب يعني برضو يا ريت لو عندك معلومه تقولها لنا، عشان برضو ده كلام بيثار يا كابتن سيد، ان كان اكتر من شركه معروضه عليكم، وانتوا تم اختيار الشركه دي بصوره سريعه جدا، بالرغم من ان كان في شركات اخرى عندها مصداقيه اكتر. هل الكلام ده يعني تقدر ترد لنا عليه؟ والله بص، انا كجهاز فني، عشان بقول لك برضو الامور في النادي الاهلي انت عارفها كويس، انت بتسال السؤال ده بس عشان الناس تبقى ملمة. للناس طبعا. انت عندك في النادي الاهلي في اختصاصات، يعني ايوه المختص بيه هو الجهاز الفني، انا بيجي لي الكلام. ما عندكش انت مالكش دخل بالموضوع ده اطلاقا. يعني انت عندك عندك مباريات تحب تتلعب في توقيتات معينه، من كذا لكذا لكذا لكذا، او مباراه يوم كذا ومباراه يوم كذا ومباراه يوم كذا. لكن خليني اقول لك برضو يعني ان المعسكر كان سريع جدا، يعني اتعملت المعسكر بشكل سريع، كان يهمني ان انا اخرج اللعيبه واللعيبه كلها تروح بره القاهره في الوقت ده تحديدا، فده يمكن السبب الاساسي والسبب الرئيسي في السرعه يعني. طب كان في مباريات المفروض ان انتوا تمدوا الاقامه في الامارات تلعبوا مباريات تانية واتلغت، ولا ما كانش هتبقى مقبوله بقى؟ ليه بقى؟ لان انت خلاص، انا بقالي كان اسبوعين، واللعيبه برضو ليها اسرها هنا وليها اولادها. حسيت انها هتبقى ممله، هتنعكس المعسكر من معسكر مفيد الى معسكر ممل. بالظبط كده، يعني هتبقى صعبه شويه، وخصوصا ان انا مسافر كمان بعد اسبوع او بعد 10 ايام لاثيوبيا، يعني فكانت هتبقى كتير يعني. عندك قلق شخصي بسبب الظروف المحيطه بالظروف اللي هتلعب فيها مباراه اثيوبيا؟ يعني في قلق شخصي فيه، ولا ان شاء الله عندك ثقه بان ممكن النادي الاهلي يعمل نتيجه كويسه؟ والله بص، الكوره دايما علمتنا ان فيها الكثير، حتى في الاحداث اللي هي ما بتبقاش او الظروف الطبيعيه، الكوره فيها مفاجآت كتير جدا، ولازم عشان تبقى منتج في الكوره ولك مكان في كره القدم لازم يبقى عندك مبدا احترام الخصم مهما كان اسمه. طبعا الظروف اللي انت عايش فيها دي ظروف صعبه وكل شيء، لكن برضه فيها من اصعب الظروف لازم يبقى عندك دوافع، الدوافع اللي عندنا بسبب الناس اللي هي ماتت وهي بتشجعك، لازم برضه يبقى ليك مكانه وليك تفكير وليك تصميم ان انت تفضل بطل، تفضل بطل، ودي بطوله كبيره فجايه في ظروف صعبه، فمهم قوي ان انت تبقى ليك كلمه وفي بدايه المشوار، وليك برضه يعني عايز اقول يعني دافع ليهم ان انت تحقق بطوله، وبطوله كبيره جدا، وده اللي احنا بنلعب عليه او بنتكلم عليه دايما مع اللعيبه. طيب الحاجه الاخيره بقى، لان انت طبعا ما بتجيلناش ضيف، اما بنلاقيك بنصطادك كده مده طويله على التليفون، معلش. الله يخليك. المرحله اللي جايه، الناس بتنتقد النادي الاهلي بانه بيلعب وبيسافر وبيمارس نشاط وهم قاعدين ما بيمارسوش اي نشاط، وان الدوري هيتلغي. يعني ده كلام اتقال، انا ما اعرفش، اكيد سمعته يا كابتن سيد. لا يا كابتن مجدي، بص، انت في وقت دلوقتي اذا كان الناس اللي بتمثلك اصلا، او الناس اللي انت بتنتخبها، ولا الناس اللي بتتكلم في امور اوسط ما يقال عليها انها امور هبله، يعني انت النهارده بتتكلم في حاجات غريبه جدا بقى. كل واحد يا كابتن مجدي، انت كم واحد تقدم للرئاسه؟ انت في ظروف غريبه يعني. كم واحد بجد يتكلم يتقدم للرئاسه في اول يوم؟ 2 و7؟ ما اعرفش، ده عدد كبير. انا بفكر اتقدم واخدك معانا، اتقدم انا وانت سويا، يعني انت في فتره كل واحد هيك. هل جاهز للرئاسه ابو السيد؟ مين جاهز؟ انت، انا وانت نروح كده نسحب لنا استمارتين وربنا يوفقنا. يا عم انت جاهز لحاجه كده؟ خليني اقول لك، يعني انت في الفتره كل الناس بتتكلم، وكل الناس للاسف يعني في ميكروفونات كتير جدا، وفي برامج بتسمع بشكل كبير، وزي ما بقول يعني انت خلي بالك من كل كلمه انت بتقولها، كل كلمه انت بتقولها، لان انا في فتره الناس مهيئه للسلبي ومهيئه للايجابي، فخليك انت يعني كده، وانت فاكر ان ربنا سبحانه مش هيحاسبك؟ كلام، طبعا هتحاسب، زي ما اللي بيكتب ده اخبار كدبه هيتحاسب، وزي اللي
بيتقال وزي كله كله هيتحاسب. وفي حد مش هيتحاسب يوم تنطق ألسنتهم وتشهد أرجلهم وأيديهم. يعني العملية احنا مش عايزين، انما العملية يعني انت مش مقتنع بالكلام ده يا كابتن سيد؟ مش مسألة مش مقتنع. انت النهارده يا كابتن مجدي، يعني اما تيجي تقول لي في ناس ماتت يا اخي، انا مش شايف ان في اهميه للكره كلها، مش لحاجه معينه، دي الكره كلها. في 70 في واحد يموت، مش 76 واحد يموتوا او 74. لا هم بيتكلموا الموضوع يعني اللي حصل، انما بيقول لك النادي الاهلي بيمارس نشاطه، بيلعب ماتشاته وبيسابق. الجزئيه دي عايزك ترد عليها بعد اذنك. يعني النادي الاهلي بيمارس نشاطه في ايه؟ ايه اللي احنا مارسناه؟ لعبت مباريات وديه، سافرت. انا بقول لك يا كابتن مجدي اهو، انت النهارده خد موقف وخد قرار وحاكم الناس، واول ناس هنكون موجودين احنا بكره في الملعب. اول، على فكره موقفنا ده مع اي حد، مع اي حد. هو اللي ماتوا دول بني ادمين، يعني مش مساله اهلاويه، دول بني ادمين. ايوه صح. اللي ماتوا دول بني ادمين. يعني انت عايز تقول لو في اي ملعب لاي جمهور كان هو ده هيبقى موقف النادي الاهلي؟ هو موقف الزمالك ولا الاسماعيلي ولا في ايا كان النادي يا كابتن، هو موقف، ما هو واحد. وانا بتكلم في كره اهميه، بس ان الحياه تمشي والبرامج تشتغل والصحافه تشتغل واللاعبين تشتغلوا والاداريين يشتغلوا. ايوه، من كل دول من حقهم. ما الحياه ده النبي عليه الصلاه والسلام نفسه مات، والحياه برضو استكملت. بس خلينا نقول مره بقى نشتغل صح، مره واحده يا كابتن مجدي نشتغل صح. خد قرار يا اخي، خد قرار. مصر يا جماعه، يعني انت داخل على 90 مليون يا جماعه، مواقف رجوليه لازم تتاخد. قول للي اعور انت اعور في عينه، قول للي قتل انت قتلت في عينه، وما تخافش من حاجه. انت بتتكلم على ايه؟ انت بتزايد على ايه؟ ده سيبك من الحاجه اللي هتحاسب بيها قدام ربنا سبحانه وتعالى، انت بتتكلم دلوقتي في مصلحه بلد. خد قرارات يا سيدي، ومن بكره يعني الناس اللي تم اللي عملت كده واللي شاركت واللي ساهمت واللي كانت سبب في ده تتجازى على طول وتتعاقب، ويبقى فيها قصاص. الناس هترتاح، النادي اللي استضاف المباراه ديت والجمهور اللي عمل كده والملعب اللي اقامت عليه، خد قرار على طول، خد قرار وقرار. يعني ما يخليش حد بعد كده يبص يمينه من شماله، يبقى عارف كويس قوي ان هو لازم يبص قدامه على طول. خلاص، والحياه هترجع وانتهى الامر على كده. لكن كل طول ما انت يا كابتن مجدي عمال تسوف في الامور وعمال توزن هنا شويه، واصل مين هيزعل، واصل مين هيروح، واصل مين هيجي، هتلاقي الاقلام بتتكتب، وهتلاقي اللي بيطلع يتكلم واللي هيطلع مش عارف، وكل واحد بقى يعني هيسقف له ناس سقفتين ولا حاجه، خلاص خلصت بقى، هيتباع الضمير. كابتن سيد عبد الحفيظ بشكرك شكر جزيل، وبقول لك الحمد لله على السلامه.